بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. محبانا نادي سفيقسي قعلول قحار السمرمى الثاني واحتياطي عزمي غوما، 21 باتي، رقم 7 بوسكو، رقم 8 ايميري موسي، يتبع في فراس شواط طويله الكره في اتجاه محمد علي. مين يمشي ولا وترجع الكره من اللاعب رقم 30 نسام بينا، ترجع الكره من الدفاع نادي سفيقسي من اللاعب محمد بن علي، مره ثانيه ومره ثالثه موجود دفاع نادي حكم الملاوي، ترجع الكره من راسيه الزيرو زيرو بين ايس كيغالي ونادي سفيقسي هنا في رواندا، تتنفذ رمية التماس في 18 متر وترجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية دفاع النادي السويقسي بالزموري. ينفذ كريستيان ستة أمتار لصالح النادي السويقسي. دقيقة ويحاول دائما وأبدا كرة طويلة من الدفاع من فريق أيس كيغالي من موسي في اتجاه المهاجم رقم 9 وليد القروي، لا زالت كره لصالح نادي سفيقسي، تمشي للسكري لابيل موجود من الجويني، تصل الكره محمد الجويني، امكانيه الكروس بالفعل، الكروس من الجويني، كروس ارضي هذه المره، تخرج الكره من الدفاع، تخرج رقم 28 على اليمين محمد بن علي، رقم 2 على اليسار محمد علي الجويني، قلنا هو ومحمد بن علي يشكلوا الظهير لاي مباراه، ينبه على اللاعبين. تتنفذ هذه الكرة إلى اللاعب رقم 23 بيير، جا في راس شوات، في راس شوات يخلي كرة إلى أيمن الحارسي، لين دو في راس شوات يدخل منطقة 18، شوات لابيل كان موجود بالفعل لزكريا المنصوري، توصل الكرة زكريا المنصوري بكان يتري الكروس طويلة الكرة في اتجاه أيمن الحارسي، لكن أسبق منه هذه الكرة وتخرج إلى اللاعب محمد علي الجوين، محمد علي الجوين إلى الزموري مرة ثانية، طويلة الكرة من الزموري في اتجاه أيمن الحارسي. أيمن الحارسي مقطوع الكرة من الدفاع من الحسن، يربح رمية التماس. أحبائنا ومتتبعينا أهلا وسهلا بكم من جديد، عودة في نقلنا لمباراة النادي السفيقسي وأيس كيغالي الرواندي، انطلاقة هذا الشوط الثاني، انطلاقة 6 يبدو لي، وكريستيان على كل حكم المباراة له رأي آخر، تنفيذ لزكريا المنصوري يخلي كرة لمحمد بن علي، الكروس من محمد بن علي خطيرة من شواط بجانب المرمى، خطيرة الكرة من شواط بجانب المرمى لصالح أيس كيغالي الرواندي، ينفذ هذه المخالفة في 18 متر، ترجع برأسية من عمار ثم ترابلسي يخلي كرة للحارسي، الحارسي رجع الكرة الدفاع يعطي زكريا المنصوري، ترجع الكرة من الدفاع برأسية، ترجع الكرة أمام من؟ أمام نفس اللاعب زكريا المنصوري، يتبع فيه كريستيان، يحاول في مناطق نادي سفيقسي عن طريق اللاعب لويل، لويل يخلي الكرة إلى كريستيان، كريستيان يوزع وترجع الكرة من الدفاع عن طريق اللاعب أحمد عمار في مرة أولى ومرة ثانية، نفس اللاعب بيير مقطوع الكرة، مباراة مش يكون رواندي، مسابقة في إطار مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ممكن فرضية وأنه حكم المباراة الرئيسي يكون رواندي لفريق أيس كيغالي عن طريق اللاعب كريستيان، معاه شباني مقطوع الكرة من محمد بن علي، زكريا المنصوري، محمد بن علي، ما زالت الكرة لصالح من؟ لصالح رواندي عن طريق اللاعب الأول، فما مخالفة، المخالفة تتنفذ المخالفة، حارس المرمى أيمن دحمان موجود، موجود دائما دحمان في المكان المناسب، التصويب يصوب فوق المرمى، يصوب فوق المرمى،
رمية تماس كريستيانو في التنفيذ ينفذ في اتجاه اللاعب رقم 9 في تشكيلة الفريق الرواندي. اختير هذه العملية لصالح رواندي، يضرب زوز من العبري. المنصوري يدخل، يدخل منطقة 18 متر. زكريا المنصوري يدخل منطقة 18 متر. لابال موجود من وليد القروي، لمن هذه الكرة؟ خليها لمحمد بن علي، إمكانية الكروس بالفعل، محمد بن علي الكروس طويلة الكرة لكن 6 أمتار كانت اللاعب وليد القروي. تتنفذ الكرة من أحمد عمار في اتجاه الشوات، الكنترول من الشوات، الكنترول من منصوري، زكريا المنصوري، الكنترول من المنصوري، الكنترول من اللاعب زكريا المنصوري، يخلي كرة لمحمد بن علي في منطقة 18 متر. أسبق منه الدفاع، أسبق منه الدفاع. زكريا المنصوري عنده الكرة، زكريا المنصوري يمكن التصويب، يخلي كرة لمحمد علي الجويني اللي كان يطلب الكرة على الجهة اليسرى. الكروس من الجويني ورأسية، هذه المرة خطيرة والهدف، وهدف التعادل لصالح النادي الشيخسي. طويلة الكرة ترجع من عمار، ثم مرة ثانية محمد بن علي رأسية منه، يخلي كرة إلى حارس المرمى أيمن دحمان. أيمن دحمان عم دفاع النادي الصفاقسي، ثم عكس الهجمه لصالح سي اس اس عن طريق لاعب فراس شوات. شوات، شوات يحاول، شوات يمر، شوات يحاول يدخل منطقه 18 متر. ايمن الحرزي ومن سينفذ الركنيه. ايمن الحرزي، الكروس من الحرزي وترجع الكره من محمد علي الجويني، ثم حارس المرمى ايريك. وموسي بدوره في دفاع النادي الصفاقسي، الكره في 18 متر خطيره. محمد علي الجويني موجود في الدفاع، يربح مخالفه محمد علي الجويني في دفاع النادي. سات الكره عزمي غومه، تضرب الكره في الحارس ايريك، ترجع الكره من الدفاع مره ثانيه. خطيره كانت العمليه لصالح النادي السويقسي. قاد النادي السويقسي قال تتنفذ رميه التماس، والكره في 18 متر. النادي السويقسي ما زالت خطيره. موجود الزمور يقطع الكره ركنيه، موجود الزمور تتنفذ الكره وترجع براسيه من المهاجم، من المهاجم يحاول دخول مناطق النادي الرياضي الصفاقسي. انسان بيمانا، انسان بيمانا الى كريستيان، الى لويل دوك. حسام دكدوك ومحمد علي منصر باش يدخلوا في التشكيله الاساسيه للنادي الرياضي الصفاقسي. مقطوعه الكره من ايمن الحرزي، ايمن الحرزي اطويل اتجاه فراس شوات. لا زالت وفي مناطق النادي الصفاقسي عن طريق اللاعب فيليكس. مقطوع الكره من الدفاع من عزمي غومه، ثم محمد علي طرابلسي يحاول مع فراس شوات. شوات يبحث عن الحلول، كانت في اتجاه طرابلسي لكن اسبق منه الدفاع. الى كريستيان، كريستيان يوزع، احمد عمار موجود في الدفاع، يخلي كره ركن. تتنفذ الركنيه وترجع توميني واب رواندي، وترجع الكره يمشي كره لمن؟ لصالح من شاباني. شاباني اختير الكره، اختير الكره من الدفاع. حارس المرمى ايمن دحمان يشاور على الاطار الفني للنادي، حسب اوجاع او والله مع بعضنا حكم بالفعل، بالفعل استعد يبدو لي للدخول. نشاهد في ايمن دحمان حارس مرمى النادي الصفاقسي، دحمان على الموبايل. تتنفذ وتخرج الكره 6 امتار لصالح النادي الصفاقسي. هاي حارس ايمن دحمان يغادر. التعادل هدف لهدف بين النادي الصفاقسي في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. الكرة 6 أمتار لصالح النادي. تتنفذ لاعب بيير